السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيت دي زاد. قناة اليوم اللي غادي قبل لا نبداو غادي نعطيكم واحد الصور بالخف في طوع يكون على بالكم برك تاع بارادو. هذو اللعبه تاع بارادو تاع ايفا تاع بارادو مع مباراه تحضيريه هي مع النساء. هذا واش كنا عايشين، هذا اللي كانت مع زاتشي في الهند وما صارت عمرها لا صارت على بالك. صارت في الجزائر، ملي كنا نقول لكم بلي يحوسوا اختلاط يحوسوا بنا باش تلعب انت يا وحده عندها 19 عام 18 عام تلعب مع واحد يعرف وهي تعرف وتلعبهم في رحبه. وين يبقى العقل تاع اللعب؟ وين يبقى العقل تاع اللعب؟ ايه وين تيبقى العقل تاع اللعب في سيدي موسى؟ هذه في سيدي موسى راك تشوف سيدي موسى كان تاعهم والله، لا كان تاعهم يدربوا فيه كيما يبغوا. هردوه ما خلاو تيق، ما خلاو فريش، ما خلاو تاع ميسكيلاسيون تاع كي دايره تاع ميسكيلاسيون صاحبي على بالك بلي بالشيخ تاعها يجي هو اللي يريقل لهم تاع المحضر بدني يجي هو اللي يريقل. يجي هردوه ما خلاو والو والله العظيم. ألم يحن الوقت لمعرفة حقيقة وراء تستر مسؤولين والإعلام على الفضيحة المباراة الغريبة التي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري للشباب تحت 20 سنة والفريق بارادو للرجال لنفس الفئة مختلطة بين الذكور والإناث؟ كيف تجرأت الاتحادية زاتشي على برمجة هذه المباراة؟ فهمونا الاعلام على ساكت لليوم ساكت، مسؤولين تاع في الاتحاديه مسؤولين في بارادو على ساكتين لليوم. جاتكم عاديه؟ انا ماشي ما جاتنيش عاديه، انا ما جاتش عاديه هذه، ماشي عاديه هذه، هيا لليوم هذه مازال الوقت ولا كيفاش؟ كيف تجرؤ اتحاديه تاتشي على برمجه مباراه كيما هذه؟ قولوا لنا سبحان الله. انسجوا بالتصاوير مش انا نكذبوا عليكم، خاطر راكم بالخف تروحوا تشكوا. شوبير اش هدر؟ شوبير اش هدر؟ اش هدر شوبير؟ اش هدر؟ انتوما ما ريقلتوش رواحكم، لو كان كنتو رجال والله ما نهدرو. انتوما ما ريقلتوش رواحكم، انتوما كم قاعدين وتقولوا بين روحو، انتوما قاعدين وتقولوا بين روحو. مازال ما فهمتش انايا، تاع قاعدين وبين روحو، مازال ما فهمناكمش والله، مازال ما فهمتكم لليوم، مازال ما فهمتكمش. نطلب ان شاء الله بربي الاعلام، الاعلام تاعنا اللي راه يدافع على زاتشي وهذو اليومات زيروا روحو مع زاتشي خاطش عليها. نقول لكم الاعلام تاعنا انا كتبتها للوزير، والله العظيم لا كتبتها له، كتبت للوزير قلت له هل تعلم لماذا رجوع الاعلام بقوه والدفاع على زاتشي؟ قلت له هل تعلم، اعطيته الجواب، اعطيته السؤال واعطيته الجواب، لأنهم ينتظرون في ذهابك. قنوات تاعنا منبطحين، شتو كي ولاو واحد اليوم طايحين على زاتشي، يجيبوا الناس طايحين على زاتشي، ومن بعد قطعوا حسين جنات قطعوا عليه صايك ما يبانش، ويزيد وهيب قطعوا عليه مشا يبان، قرباش جابوه ومن بعد قطعوا عليه ما يجيبوش ما يعيطولوش صايك. هما هاد اليامات هاد السيمانة مي جابوا مصطفى معزوز كلش، شي قعدوا يقارعوا السيد علي خالدي يروح، والله اللي قاعد يقارعوا الوزير بيروح، كانوا يقارعوا له خلعوا على بالك. البارح في الليل والله ما رقدوا كاع، ما رقدوش، عرفوا النهايه تاعهم فاني، عرفوا باللي الضربه القويه جاتهم، وعارف هو الوزير كان عارف بلي راهم يقارعوا له، وعارف تاع لاس دياس بلي راهم مخطين له، والناس هي مخطط له باش يقلعوه. كان على بالو شي صاري، والله لا نكتب له، والله لا نكتب له. لي راجل نعطيه المعلومه، انا بالك في واحد السيمانه ولا سيمانه ونص
واحد من الاتحاديه قال لي ودي الوزير راه رايح. عاودي قلت له ناشطه، قال لي والله لا رايح. قال لي تشكر فيه باطل. عاودي قلت له انا يروح نقعد نشكر فيه. القضيه اللي دارها ربدها وحطها في العداله، مين تصرح حاجه نقول لهم يكثر خير الوزير اللي راح، هذاك اللي خدم. كيما نقول كيما نقعدوا شاكرين ماشي ناكرين، حنا ما ناس من الناس الناكرين. تاع روح عاود ولي دور منا، عاود روح عاود ولي عاود، لا 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 بالطريق الا قضبت انا طريق ما نوليش فيها. لو كان وقفت مع زاتشي نهار الاول، زاتشي داخل جهنمه، نقول لكم لا هذيك ماشي جهنمه هذيك جنه، راكم غالطين جماعه. والو نوقف قلبه ربك كاش زعقه. كي تجي تعرفت الناس هذو وين طريقهم راهي رايحه، لا راني زدتها لا ما نمشيش معاه. ما عندناش 100 وجه، ربي خلقنا وجه واحد وقلب واحد والحمد لله على الفكر، وعطينا حاجه نميزوها، عرفوا نميزو شكاش مكاش. ديرونا مهابيل ديرونا كيما بغيتو، عشت هي لا مين نعطيك الدواء، نعطيك باريستامول حطها في وزنك. هذه نتوما كاع نسيتو هذه، كاش لي يجيبها. هاي 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 شوف ها شوف ها شوف ها الطفله مع الطفل ها شوف اي الدهوين ما يحصي لا يركز على البالو ولا يركز على هاي. هذه بارتي هذه تلعب، هذه بارتي تلعب بالك. هذه بارتي تلعب علي. ها هي لمن يعطي لمن يشوف وين يشوف وين 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 هذا راه كبير هذا ماشي بني هذا، هذا ما يعرفش هذا تلعب انت. ها ها يا من بعد يقول لك شوبير يخسر، اش خسروا حنا ما نخسروا ما والو. هذا رقد كاع، هذا كاع رقد، بولا ما بغاش يقيسها رقد كاع. هذا شو كي راقد، راه راقد كاع. من بعد يقول لك بدي شوبير يخسر، روح اشكو به. كي بيا انا ما عندك ما تشكي بيا. ألم يحن الوقت لمعارفة حقيقة وراء تسطر مسؤولين الاتحادية والإعلان على فضيحة مباراة الغريبة، نقولوا غريبة، التي جمعت بين المنتخب الجزائري للشابات المنتخب تاع نسا تحت 20 سنة والفريق بارادو للرجال لنفس الفئة، هذوك تاع 18 عام وهذوك 18 عام. مباراة مختلطة بين الذكور والإناث. كيف تجرأت اتحادية زاتشي على برمجة هذه المقابلة؟ نتمنى ان شاء الله الاعلام يهدرها سايكل الاعلام القنوات القنوات. سيد علي قعد، سيد علي خالدي قعد، ايا قعد يا خدمو يا خدمو. ضرب غادي تسيبو فين كنقلبو، غادي تسيبو فين كنقلبو. شو كي الاعلام البارح من شافو سيد علي قعد شادارو هما، ولو جيبوا الناس طايحين على ذاك طايحين على الاتحاديه، شتو كي بالخف نقلبوا ولا طايحين على الاتحاديه. لازم تكون انتيليجون صاحبي، لازم تكون تعرف لي كلون، هذو لي كلون تكون تعرفهم، هذو لي بيون هذو تكون تفيق بهم. زدت يهدر الصباح يا من الصباح قال لهم بالماضي وراه قاعد وغادي ما يروحش. العشيه تغيير رئاسي سيد علي قعد، الناس طاحت عليه في الليل، عاودوا ثاني طاحوا عليه وينساو كيسموه مصطفى معزوزي، ما يولش يجيبوه ما جابوهمش. ما شفتش اليامات هذو التوالا، جابوا هذاك سعد، جابوا محمد سعد، جابوا من جاب من جاب من، وقاعدين منا يطلعوا فيهم، خاطر كانوا دايرين حسابهم باللي الوزير رايح. الوزير راجع، شكرا ديكم. مليح زومين، الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 هكتار. لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 هكتار.
زاد شي انتي 1000 هكتار، زاد شي انتي 1000 هكتار، زاد شي انتي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الرشايقه، في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوش، الرشه وام الزبوش. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.